لم تكن جنيف هي المدينة الضامنة والحاضنة للاتفاقيات الدولية الأربعة، ولم تكن مشغولة فقط بقضايا حقوق الإنسان، بل هي المحطة السنوية للمعرض الدولي للسيارات الذي تستعرض فيه كبريات شركات السيارات العالمية عن خططها وطموحاتها وتصاميمها. ويستضيف المعرض في نسخة هذا العام أكثر من 89 شركة سيارات عالمية وحوالي أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم. This year in the Geneva International Motor Show, it's the 89 Geneva International Motor Show. We have about 180 exhibitors. We have 34 new exhibitors, and on the new exhibitors, most of them are here with electric cars. But the car of the year this year, it was the Jaguar I-Pace, also electrical car, a very nice car. And I think he will have a good life in the next time. معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يعتبر أهم معارض السيارات في العالم جنبا إلى جنب مع فرانكفورت وباريس وطوكيو، يتنافس فيه الجميع بعرض أحدث موديلات السيارات وتصاميمها. وخلال هذه التظاهرة تعرض الشركات المصنعة 900 نموذجا من السيارات، من ضمنها 148 نموذجا دوليا وأوروبيا يتم عرضها لأول مرة. So electricity in a mobility is a leapfrog, is a big step forward to use renewable energy and to emit far less emissions and especially far less CO2, which is not good for our environment. أهم ما يميز السيارات المعروضة في جنيف هذا العام هي التكنولوجيا المتطورة والتصاميم العاكسة لأذواق الراقية والابتكارات الحديثة المرادفة للتنمية المستدامة والسيارات الصديقة للبيئة والقيادة الذاتية والمحركات الكهربائية. وقد اختير تصميم سيارة جاكوار السيارة الأولى في المعرض لهذا العام 2019. بعيدا عن السياسة وقضايا حقوق الإنسان، تستضيف جنيف معرض السيارات الدولي السنوي الذي تتميز نسخته لهذا العام بالسيارات الكهربائية والسيارات ذات القيادة الذاتية. طه يوسف حسن، معرض جنيف الدولي للسيارات، قناة الإخبارية، جنيف.